مشاهدينا، وللوقوف على سياسة إيران العدوانية في المنطقة والتدابير التي تتخذ من قبل الدول الكبرى لردعها، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. السلام عليكم أستاذ حسان. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. حياكم الله. استهداف ناقلة نفط في الخليج، في خليج عمان، اتهمت فيها إيران، هل من علاقة بين تعثر مفاوضات الملف النووي وبين تصعيد إيران من وتيرة الانتهاكات لأمن المنطقة؟ في الحقيقة هناك جملة قضايا يعني تعيشها المنطقة، وهي التي دفعت إيران إلى القيام بهذه المغامرة المدروسة جدا والمحسوبة، بحيث لا تتسبب بأضرار بالغة أو تسقط قتلى من العاملين على الناقلة. أولها هو الفوضى التي تعيشها إيران الآن نتيجة الانتفاضة أو الثورة الشعبية التي يقوم بها الشعب الإيراني ضد هذه السلطة، ويطالب بإسقاط السلطة، ولا يطالب بأي تحسينات في ظروف معيشته، بل يطالب بإسقاط السلطة وينادي بالموت للديكتاتور ويطلق ويسميه بالاسم الخامنئي. أيضا هناك الغارة التي جرت منذ أيام على قافلة تنقل أسلحة من إيران إلى لبنان تحت مسمى أنها تحمل وقودا للبنانيين، وهي ليست كذلك. كذلك يجب الوقوف عند الغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والتي تصيب معسكرات إيرانية ومستودعات ذخيرة إيرانية، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية تعيشها إيران، فهي تحاول العبث بالأمن، بأمن الطاقة العالمي والممرات التي يتموم منها العالم بالطاقة عبر خليج عمان وعبر الخليج العربي ومضيق هرمز وعبر باب المندب. لذلك إيران تحاول التهديد بأنها إذا ما تعرضت لأي هجوم أو تعرضت لمزيد من الفوضى في داخلها أو استطاع الغرب أو العرب دعم الانتفاضة الإيرانية، فإن إيران ستقوم ببلبلة الاستقرار وبضرب الاستقرار في المنطقة لحماية نظامها وحماية استقراره. فالفوضى في إيران هي فوضى في كل المنطقة، وهذا ما أشار إليه اليوم وزير الخارجية عبد اللهيان عندما قال أن الغرب وإسرائيل يسعيان لتقسيم إيران ولضرب الاستقرار في إيران. فلذلك هذه الغارة التي استهدفت ناقلة النفط الإسرائيلية من حيث الملكية، ولكنها تتبع لشركة شحن أجنبية، كان الهدف منها توجيه رسالة إنذار شديدة الخطورة إلى أن إمدادات العالم من الطاقة هي في مرمى تحت مرمى إيران. المسيرات طيب، الإيرانية نعم. وممكن أن تعطلها. نعم. طيب يعني أستاذ، يعني على مدار السنوات السابقة والغرب يفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب انتهاكاتها وبسبب تمددها في المنطقة، إلى أي مدى ترى أن هذه العقوبات حققت من أهدافها أو جزء من أهدافها؟ في الحقيقة حققت جزء من أهدافها فقط، وهي التي أدت إلى هذه الانتفاضة العارمة داخل إيران، حيث إيران تنفق الكثير من الأموال على التسلح وزيادة ترسانتها من الأسلحة، وتحرم الشعب الإيراني من الحياة الرغيدة أو حتى من الحد الأدنى من الحياة التي فيها بعض من الرفاهية والحاجات الضرورية للشعب الإيراني. العقوبات في الحقيقة لم تحقق كافة أهدافها، لأن هناك الكثير من الشركات والدول التي تتعاون مع إيران سواء بتزويدها بالمكونات التي تلزمها للمفاعلات النووية ومشروعها النووي أو حتى لبرنامجها الصاروخي، وهذا ما أكدته اليوم التقارير التي صدرت والتي تحدثت عن أن معظم أجزاء الطائرات المسيرة الإيرانية هي صناعة غربية وبعضها صناعة الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، ومنها إسرائيلي أيضا، رغم أن إسرائيل تواجه إيران في هذا الموضوع وتحذر دائما من تطور برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، لكن واضح أن إيران تستطيع من خلال أدواتها ومن خلال الشركات والمتعاونين معها من الحصول على المواد الضرورية أو الأساسية أو بعضها على الأقل لتطوير برنامجها التسليحي أو النووي ومواجهة الدول التي تحاول منعها من الحصول على هذه المكونات. طيب، لذلك إيران تستطيع تجاوز هذه العقوبات. طيب هنا أيضا يعني إيران لا تزال توسع من نفوذها في العراق وسوريا واليمن ولبنان بتطويق المنطقة بميليشياتها كورقة ضغط على المنطقة وكذلك العالم، كيف ترى التعاطي الدول والقوى الكبرى حول انتشار ميليشيات الإيرانية؟ مؤخرا سمعنا تصريحا بالغ الأهمية للرئيس الفرنسي ماكرون عندما قال أن إيران تجاوزت دورها الإقليمي لتلعب دورا عالميا. هذا يؤكد أن المجتمع الدولي والغربي بالتحديد كان يتجاهل
الانتهاكات الإيرانية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، باعتبار أن المشكلة بين المسلمين فيما بينهم، بين المسلمين السنة والشيعة، بين الدول العربية ودولة إيران. ولكن عندما وصل التدخل الإيراني إلى أوكرانيا، بما هذا يعني أن إيران بدأت تلعب داخل الحديقة الأوروبية، وبالتالي أصبحت تهدد الاستقرار الأوروبي، لأن في التكتيك نصف الذي دقيقة أستاذ تستخدمه. حسان، هل نعم، فقدت الدول الغربية السيطرة على تمدد إيران؟ بدأت تعيد النظر في هذه الهيمنة الإيرانية، وبدأت تعيد النظر في فهمها للنظام الإيراني وأهدافه الحقيقية، لأن التكتيك الذي اتبع في إيران في سوريا، وهو تهجير السوريين لحماية نظام بشار، هو نفسه الذي يتبع الآن في أوكرانيا، من تهجير للأوكران لمساعدة النظام الروسي على احتلال أوكرانيا، وبالتالي أوروبا تتحمل عبء الهجرة الأوكرانية التي تتم بواسطة الأسلحة الإيرانية التي تقدم للروس لمحاربة الشعب الإيراني والنظام الأوكراني، عفوا، لمحاربة النظام الأوكراني. نعم. لذلك أوروبا بدأت تعيد النظر، وخاصة ما سمعناه على لسان رئيس الجمهورية الفرنسية. من صيدا، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا لك.